أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ب
بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول صلوا عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم السجاير بعد إذنكم سأسمحكم تأدبا مع القرآن جزاكم الله خير شكرا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا
الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما يا رب يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
يا أيها الذين آمنوا
فوق صوت.